أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الإصلاح يكون لولاة الأمور وللعلماء ولطلبة العلم، فكيف إذا وصلت بعض الحدود إلى ولي الأمر؟ فهل يبدأ بالصلح أم يقام الحد؟ الحدود ما فيها صلح، حدود لا بد أن تنفذ، ما فيها صلح ولا فيها عفو ولا فيها أخذ عوض، لا بد أن تنفذ. ولهذا لما حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك قطع امرأة من بني مخزوم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد، أقاموا عليه الحد. ثم قال: ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ما في محاباة في الحدود، إذا بلغت السلطان فلا بد من تنفيذها. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: إنما العفو أو أخذ المال هذا في القصاص، القصاص هذا حق للإنسان، يجوز أن يستوفي ويجوز أن يعفو مجانا ويجوز أن يعفو إلى الدية أو إلى مال ولو كان أكثر من الدية، يجوز هذا في القصاص خاصة يجوز المعاوضة عنه. أما في الحدود فلا، ما في معاوضة. نعم.